اليوم في الايفينمون فون برشا خاصة أمل منولا حكيت لنا على البوك تيوب في تونس في عام 8 باش وصلت 3000 ابوني وهي حكاية برشا بعد خرج عبد الكريم حكي لنا على الأهمية نتاع الساوند معناها اللي هي أهم تصويرة ورانا برشا ميكروويت نجمو نلقاوهم حتى أبا فري والاخر نجي دراكوور وهو بسام عنده اكبر شانات جيمين في تونس كنا على اليوتيوب في تونس معناها كيفيه ويزمنا بارتاجيو اكثر من بارتاجيو لايك حسن مصمم وانت شو رايك؟ عارف شو ايفينمون ياسر تحفور ما ندمتش كيما جيت دونك فوالا طايرة على الاخر اما اللي حكيت لنا على برشا حاجات نفعونا وانا مزدت كي لانسيت شين يوتيوب نتاعي باش نزيد نحسنها بالمعلومات اللي عطاهم لنا عبد الكريم وبسام وامل وابلوس انتونا بنات اش قالوا لك في الايفينمون اليوم؟ شو تعلمت اليوم؟ والله عجبني برشا وعرفت برشا حاجات ما كنتش في بالي بهم شفتو في les deux interventions les féminines en ce qui concerne sans couper les acquisés manier les YouTube les sponsors ou les quelque chose je suis allée dans autre chose qui me manque où est-ce que tu es aujourd'hui les hasbes aujourd'hui événement mais à tout moment tu nous regardes YouTube c'est la chose moi je me suis impossible même pour couper les images allez فيديوز لكن شفت حاجات تكنيك محلاهم كي شفتو دي جون معناها يعطيو بوس وقول فازي اعمل كيفنا معناها جود انيشيتيف ان شاء الله ربي يخليكم يزبط وانت شو قولك انت اسكو توضحت الامور عندك ولا مازلت؟ بون عرفت حاجات ما كنتش نعرفهم شو اكثر حاجه عجبتك اليوم اكثر حاجه؟ اكثر حاجه عجبتني هي انه معناتها سوق اهم صوره كنت مركز على الصورة توك شنو اللي ركز على الصوت وهذه الطفلة اللي قاعدة تخرج دي نوت مش لها سي يعطيكم الصحة على الفيديو أكثر حاجة عجبتني هي الانيشيتيف اللي عملتوها والعباد اللي جبتوهم عاونونا برشا يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة أنت يعطيكم الصحة شنو الحاجة كي تمركي اليوم في الفيلمو؟ اليوم عرفت كيفاش شنو هي اهم حاجه يعني في التصويره في الايماج الصوت اهم من التصويره بحد ذاته عرفت اليات احداث فيديو باهي وتحفون والناس تنجم تقبلوا عرفت زادة كيفاش عرفت اهميه اليوتيوب وممكن يعني اقتنعت بفكره انه والا وليت مغريه فكره انه احداث قناه على اليوتيوب صافا يعني صافا خشبيه. اوكي. دراكور. يو. شنو قالوا لك انت في الجماعه اللي سون كوريو توا باليوتيوب تو لانسيو، تو لانسيو الشانيل، شنو لهم؟ وهذه نقول لكم عالم كبير يستنى فيكم افونتور ياسر مزيانه اوزي بونسي فيكسي دي زوبجيكتيف وزمو ديريكت على الدريمز بتاعكم حقكم. قداش لازم بيجي يشد الشانيل اليوتيوب؟ لازم تبدا كيف ما كان جوست تليفون وميكرو عادي ولا عرفت كل اللي تلقاهم سونتر فيل كل ليزيكوتور عادي هذاك تقص ليزيكوتور وتبدا تعمل هكا معناتها لازمك لو مينيموم بوسيبل ستريكتومون معناتها على الاخر تنجم تبدا به اي عاب تنجم يبدا به وبتيت ابتي تجيب لي مارشي ويجيب لي الفلوس وكذا تنفستي شوف شي يوتيوب تاعك وبيست اوف لاك ميرسي وانت باش تلانس سنة اليوتيوب ولا؟ ان شاء الله جوست نخمم في الايدي معناها شنو باش نحكي بالضبط وشنو أكثر حاجة عجبتك اليوم؟ أكثر حاجة كي تغير شيء معك؟ أكثر حاجة اللي تحسهم برشا إنرجي، سيرتو بالعباد اللي تسمع فيهم برشا إنتراكسيون بين العينين بين الاثنين، فوالا معناها تحس برشا إنرجي برشا موتيفاسيون. أوكي صح. شنو أكثر حاجة اللي حبيتها اليوم؟ حبيت الجو الكل معناها كو سوسوا ديفرون سوجي سي عملوا لي كنا على الدبا ومن بعد عدينا، أما لو تيم أون جينيرال كنت على اليوتيوب ولا حاجة اوكي تتعاود عملت الاستاغ نتاع اليوم شو تحب تقول ميساج للجمهور نتاعك وسورتو للكتور نتاعك الكتور نتاع التوب نحب نقارنها مع الحاجه اللي جايبني عايشكم على الاخر تشدوني واللي تفرجوا فيا عايشكم تفرجوا فيا وقعدوا اخر على الكتب اوكي مش حسن الصوت نتاع شنو اليوتيوب نتاعك ولا اي بعد الميكرو ما تقولي على الاخر على الاخر ميرسي اوكي تبي تولي انت كما امل؟ متابعية هي عطتني بوش وان شاء الله نفعل ماي يوتيوب شانل اوكي على السلامة شو أكثر حاجة عجبتك اليوم في الايفينمو؟ والله أكثر حاجة نعمل حتى وخاطر نعرف على العباد الرسم المهم اللي تعرف ناس كيفهم هذه أهم حاجة
وانتي؟ انا جيت ما كنتش في بالي بالايفينمون كان يوم بركه وفرحانه اللي جيت خدت علمت برشا حاجات اولا حبيت الفيديو الانترفيو وثانيهم نحب نتعلم نقرا ونولي مرمي الجروب بس خاش خردة خردة فاست الخردة يعني على الأخر تكون صح؟ ولا رب الأورجانيستر رب جماعة جمال جمال أنت شامل هنا؟ شامل هنا؟ جيت بس جي ولا علاقة اليوتيوب ولا كتب أنت؟ متطفل متطفل أنت؟ لا لا مش متطفل علي جمال شامل أنت في الدنيا؟ أنا أخويا نقرأ في سويقس في مية غاني باش تعالي بيزي ماني إن شاء الله مانجمنت إي تعطيك الصحة كهو هكاك وانت يا إشراق شو قولك في الجورني اليوم؟ محلاها على الأخر محلاها أمل تحكي محلاها جاكو محلاها بلاتفورم محلاها كل شيء محلاها هي عبد الكريم أمل فمحلاها عبد الكريم محلاها عبد الكريم رجع 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 مناش شيء وغششتهم هذيك حاجة مش مقولها معناتها تغيب في اللي بينهم تعطيك الشير شان اليوتيوب؟ أعطيني الفكرة اليدي أما حتى قولي أوكي ميرسي بوكو اليوم ستي ايفينمون طير على الاخر ميرسي برشا لاحمد اللي ريت وما حبش يتصور هو يصوره بالسيف احمد ستي انا سكسي نغمة الصحة شو تقول للعباد اللي اليوم ما جاوش اليوم شو المرة الجاية اول حاجة ميرسي ليك انت ميرسي اللي جاو الكل على الايفينمون وعلى لي كونساي اللي عطاهم لي بارتيسيبون سيتي ان ورك شوب مانيفيك جو بونس لي كونساي اللي تعطاهم على البوكيبين كومون كري اون شين يوتيوب سيتي des conseils très très utiles. Et l'image où Sarah ils ont raté Inch'Allah ça ne sera pas le premier workshop. Inch'Allah ce ne sera pas le dernier disons workshop. Il y aura sûrement d'autres workshops. Donc suivez-nous à la page Yannari, sur Instagram, sur Facebook. On vous tiendra au courant des prochains événements. Ok, merci beaucoup. Ouais. Et à très bientôt. Très bientôt. A bientôt, on va voir avec Draco, avec Amel, selon les disponibilités prennent. A Machala, disons, septembre, ça ne dépassera pas septembre, Richard. Ok, ciao. Merci beaucoup. Ciao.